مرحبا وكيف الحال؟ التزمت معي في الرجيم الكيتوني، حصلنا نتائج مبهرة في هذا الرجيم. صحتك تحسنت، وزنك نزل، ضغطك نزل، سكري تبعك انشفيت منه. وصار السؤال لما بتطلع في ابنك، هل اللي بطعميه يا صح؟ ولا أدخله معي في الرجيم الكيتوني؟ حلقتنا اليوم حتى نعرف كيف نتعامل مع أطفالنا، حلقتنا اليوم رح نحكي هل الرجيم الكيتوني مناسب لفلذات أكبادنا، مناسب لأطفالنا. رافقوني أكيد بعد الفاصل. مرحبا، وهينا رجعنا. واللي ما بيعرفني، معك أحمد سمارة. أنت حاليا على قناة سمارة كيتو لايف، القناة المهووسة في كل ما يتعلق بالرجيم الكيتوني والصيام المتقطع. حلقتنا اليوم حلقة جديدة، أكيد نحكي فيها بموضوع جديد عم بنطلب مني مرارا وتكرارا على كل السوشيال ميديا، شو نسوي بأطفالنا. بدنا نحكي اليوم هل الكيتو مناسب للأطفال ولا لا. مبدئيا اللي عماله بصير مع أطفالي وأطفالكم هو إجرام. كمية العرض للسكريات والنشويات في المحلات التجارية، البوتس اللي بتكون تعرض اللي هو الحلوى الجامي بيرز أو السوس احنا بنسميها في بلاد الشام، بكميات مهولة. الأطفال أدمنوا على هذه الحلويات، فأكيد الأكل اللي عم بيأكلوا الآن مش صحي. في آخر دراسات عمالوا بفرجوك بال 2002 لل 2012 إنه سكري النوع الثاني الإصابة فيه بالأطفال من عمر الثلاث سنين كنوا لسنتين ل 18 سنة عمالها بتزيد بمحدود 5%، السكري النوع الأول بحدود 2%. تحديدا الرجيم الكيتوني هو أصلا عمل للأطفال لعلاج الأطفال اللي عندهم مشاكل في الصرع والتوحد. منلاحظ آخر فترة انتشار ظاهرة التوحد ومشاكل الدماغ عند الأطفال اللي هو كهربة الدماغ. فأكيد الرجيم الكيتوني زي ما حتشوفوا الآن هو الرجيم أعتقد الأنفع للأطفال مع تعديلات بسيطة. وخلينا نحكي ليش. أول شغلة إنه أطفالنا في أول 15 سنة كل أعضائهم عمالها بتتضخم، في أعضاء كل سنة عمالها بتتضاعف بالحجم. قلب ابنك الصغير بكون قد إيده الصغيرة وبتكبر مع كبر حجم إيده كذب حبر جسمه، فالقلب عماله بتضخم، الدماغ عم بيكتمل نموه، الأعصاب عمالها بتستطيل، الخلايا المكونة لكل جسم طفلك عمالها بتتكاثر كل يوم بعد يوم. هذا الانقسام بيزيد كمية الغشاء المحيط بالخلايا. الغشاء المحيط بالخلايا هو عبارة عن دهون، وبين هاي الدهون جزيئات الكوليسترول. فبالتالي انت لما بتعطي ابنك اكل غني بالدهون، انت اعطيته اكل صحي عماله بدعم عملية البناء. لما بنحكي عن الدهون ما عم نحكي عن الجنك فود والأكلات الغنية بالدهون الضارة المقلية، عم نحكي بالأكلات الكيتونية الصحية اللي احنا عم نستهلكها كأباء كيتونيين. الشغل الثاني انه دماغ طفلك اللي عماله بيكبر وبيزداد نموه مع الوقت في اول 15 سنة واول 3-4 سنين تحديدا، هو اكثر جزء من جسمك بيحتوي على الدهون. يجوز 90% من الدماغ عبارة عن دهون وكوليسترول. فالأعصاب اللي موجودة في إيديك هي الخلايا العصبية، خلايا طويلة عم بيزداد طولها. الغلاف اللي بيحمي هذه الأعصاب من التلف ومن الخدران اللي عم بيصير لمرضى السكري من مادة الميلين عبارة عن دهون وكوليسترول. فإذا أنت حرمت طفلك من الدهون رح تحرمه من الوحدة البناء الأساسية لهذا الهرمون. ثالثاً الفيتامينات اللي بتدعم صحة طفلك زي فيتامين A و K و E و D، فيتامينات أكيد أنا بسميها، هاي الفيتامينات أصلاً ذائب بالدهون، صعب جداً تحصلها من مصادر غير دهنية، فبالتالي أنت لازم تعطيها. حتى موضوع الكالسيوم اللي دائماً بيحكوا لنا الكالسيوم أهم إشي، مظبوط الكالسيوم مهم للأطفال، بس هذا الكالسيوم إذا ما كان برافقه المغنيسيوم، إذا ما كان برافقه الكولاجين اللي هو أصلاً مبني العظام، والمغنيسيوم اللي بتخزن في العظام عشان يعطيها القوة والصلابة، وإذا ما كان موجود عندنا فيتامين دي وفيتامين كي اللي بيمسكوا الكالسيوم وبيدخلوه على العظام، فلا يمكن أنت بالنهاية تستفيد من هذا الكالسيوم اللي بتاخده. هذه المكونات موجودة أصلاً في الأكلات اللي أنت راح تطعميها لابنك في الرجيم الكيتوني. الشغلة الرابعة، وبعتقد هذه أهم فائدة من فوائد الرجيم الكيتوني لطفلك، اللي هي طفلك بس بأول سنين عماله بيبني لسه اللي هي البكتيريا النافعة الموجودة في الأحشاء عنده في القط في الأمعاء يعني، واللي هي طبقة الفلورا. هاي الطبقة بتكون حساسة، وطفلك أساساً ما بيقدر يهضم هذه النشويات الموجودة في الأكل اللي عمالك بتعطيه لأطفالنا إلا بعد ما تطلع أضراسه، لأنه الأضراس هي اللي بتعمل على طحن الحبوب. فأنت إذا فبتعطيه رجيم كيتوني
تمنع عنه الخبز، انت حميته من الجلوتين وحميته من الستارش اللي جسمه ما بيقدر يهضمها بكفاءة لما يصير عنده أضراس. والجلوتين اساسا ماده بتحفز الالتهابات وبتحفز وممكن تعمل الليكي جت. هذه المشاكل هي من اهم اسباب ازدياد امراض اللي هي التايب 1 سكري الاطفال ومشاكل التوحد ومشاكل الصرع. فانت لما تكون حطيت في الرجيم الكيتوني ومنعت الخبز الجلوتين الضار، انت حميت وساعدت الامعاء عنده. واذا حطينا الكوتج تشيز والاشياء المخمره زي المخللات في الدايت تبع طفلك، انت بتكون ساعدته على يكون عنده جهاز هضمي سليم. الشغله الخامسه انه طفلك اللي عماله بربى بين ايديك وفي اول 5-6 سنين وحتى لفتره المراهقه كل يوم عماله بتعرض لفيروسات وبكتيريا جديده عليه، فجهاز المناعة عماله بتعلم وبتدرب على انه يقاوم هذه البكتيريا والفيروسات. فأسوأ اشي انت ممكن تعمله انه تحطه على رجيم تقليدي مليان في الاشياء المحفزة للالتهابات. فانت كأنك عمالك بتعطي الجسم دايما اسباب بتهيج جهاز المناعة، فعمالك بترهق جهاز المناعة في تعلم لاشياء المفروض ما يتهيج منها بتهيجه فيها وهو صغير، فبتصعب عليه التعامل مع الامراض لما يجي فعلا بكتيريا وفيروسات. عم بحكي زي فرضا سكر الحليب اللي هو اللاكتوز بهيج، عم بحكي عن بروتين الحليب زي الكازيين بهيج جهاز المناعة، عم نحكي عن الجلوتين بهيج جهاز المناعة. هدول الشغلات انت عمالك وهو صغير عم بتهيجه جهاز المناعة على اشي ما بيستاهل، مش خطر على حياته فبتأذيه. فالفيتامين دي اللي ممكن ياخده من الشمس ومن الاكل الدهني، الفيتامينات زي K و A وحتى الفيتامين C اللي موجود في الخضار، كل هدول مع المعادن الموجودة في الرجيم الكيتوني هتساعد أكيد جهاز المناعة. بعدين خلينا نيجي نحكي عن إيش الأكل اللي كنا إحنا طول عمرنا بناكله. كلياتنا في العالم العربي معروف، يا كنا مزارعين يا كنا أهل بادية ومنعتز بهذا الماضي. أهل البادية الموجودين في الصحراء شو كانوا يأكلوا؟ كان عندهم فرضا أشجار ومزارع وما كانوا عايشين على الأغنام ومنتجات هاي الأغنام، يا سيدي الجمال ومنتجات هاي الجمال. وفي بلاد الشام ممكن نروح للأبقار. هذه المنتجات إن كان اللي هي الألبان كنا عشان نحفظ الألبان، فما كان يتم شرب الحليب زي ما بنشرب الآن، كان الشغل كله على الألبان ومنتجات الألبان المخمرة اللي بتطول أكثر، كان على اللحوم، فما كان في اللي هو الرز بالكميات الكبيرة بتم استهلاكها حاليا، ما كان في الخبز والحلويات اللي احنا بنشوفها في الأسواق. فإذا اعتبرنا إنه هذا هو الأكل الصحي لأطفالنا، ما هو أكل الصحي اللي قلنا إحنا أجدادنا أو أبائنا كانوا يأكلوه؟ إذا بنحكي مع رجل في عمر 50، شوف جدك أو أبوك شو كان يأكل زمان. كلياتنا كنا يا فلاحين يا أولاد بادية. حتى الفلاحين اللي كان عندهم الفواكه كانوا يأكلوا الفواكه اللي في موسمها في هذا الموسم في هذه البلد في هذه البقعة اللي عايش فيها. ما كان متاح إلنا نأكل الأفوكادو اللي بنزرع في آخر معمر الله في أي وقت. كنا نأكل الأكل اللي بيطلع بالمحصود في هذا الوقت في هذا الوقت من السنة. ما كان في مولات. فإذا أكلنا زي أهالينا وأجدادنا أعتقد أطفالنا رح يكونوا بصحة أفضل. من السيريالز حتى العبارة عن صويا وذرة مأخوذ منها السكر تبعها. فإذا بدنا نسأل مين الأسلم؟ الأسلم الرجيم الكيتوني ولا الفورميلا اللي هي الحليب الأطفال اللي بنعطى للأسف للرضع الجداد؟ أنا رح أتحدث الآن بصفتي أحمد سمارة أب لطفلين. هلأ سبب إدخالي للأطفال للرجيم الكيتوني معي لأني أنا مقتنع إنه هذا الرجيم أحسن رجيم ممكن يعملوه. وترى مش سهل إنك تيجي لطفلك المتعود ياخد سكريات، خصوصاً إذا صاروا مراهقين، إنه يعني هذا ولا صار شاب يعني، إنه يغير نظام أكله إذا ما فهم. أصعب ما في موضوع إنك تدخل طفلك في الرجيم الكيتوني هو إنه أنت حرمت حالك قبل ما تحرمه من متعة وفرحة إنك تفرحه بالحلويات اللي أنت بتشتري له إياها وشعوره بالسعادة لما بيأكلها. لكن انت بتكسب صحته يتعود على انه ياكل الاكل الصحي، لانه لما ما ياكل السكر بصير يحب اكل احنا ما كنا نحبها لما كنا في اجياله. الكبده، الزهره، البروكلي، هاي الاكلات اللي يعني طعمها يعني مش مستساغ كثير. العصير الاخضر هذا للورقيات بحبوه اولادي اللي بحط لهم فيه ستيفيا. لكن لانهم اطفال بسمح لهم ما بمنعه على حالي، لانه الاطفال بيحرقوا بشكل عام، بعطيهم عاده الفواكه. لما يروح على المدرسة ويحب ياخذ إشي حلو من المدرسة وهو في مع أطفال ما بمنعه، لأنه بالنهاية هو في مجتمع ما بحب يكون غريب عليه. لكن لما يكون طفلي تحت جناحي ما بسمح له يأكل الحلو، وهو بعرف ليش، لأني أول إشي ما بأكل قدامه، شغلة تانية بعرف إنه بضره، لكن مسمح له لما يعمل تمرين رياضي.
فأنا كأب جربت التجربة قبل، ما كانت سهلة، لكن النتائج انعكست على صحتهم، على قلة زيارة الطبيب. نادرا ما نروح على الطبيب، بنروح كل فترة والتانية حتى نعمل فحص دوري، حتى أطمن أنا على أولادي، لأنه كل واحد بيتخذ قرار على أولاده بكون مسؤول عنه، بكون خايف إنه يكون أخطأ في هذا القرار، وأنا أول واحد فيكم. الحمد لله صحة أولادي نادر ما يمرضوا، الحمد لله، بسم الله ما شاء الله. فبالنهاية أكيد ما بقدر أقول لكم إلا سلامات، ويسلموا وأطفالكم يضلهم في صحتهم، وتضلها ضحكتهم ترسم ضحكتكم. وبالنهاية إذا شفت المعلومات مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم نشره أكيد. وإذا ولا تبخل على حالك أنت بأنك تنضم لعائلتنا في عائلة سمارس كيتو لايف بالقناة، بأنك تكبس شعار الاشتراك وتضرب إشارة الجرس حتى يجيك أول بأول الإشعارات لما أنت تطلب فيديو وأصوره لكم أكيد. ولا تبخلوا علي أنا بإنكم تعملوا لايك حتى ينتشر الفيديو ووسع يوصل لأكبر عدد ممكن من الأبهات والأمهات. وبالنهاية أكيد بتقدروا تحطوا تعليقاتكم تحت حتى أرد أول بأول على تعليقاتكم، فأنا جزء كبير من وقتي بروح وأنا بحاول أساعدكم أكيد. وبتقدروا تنضموا إلنا بعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارس كيتو أند فاستينج بلانيت، وتابعوني أكيد على سناب شات والإنستغرام. وبشوفكم على خير وبأمان الله، بوصولي هالصغار، مع السلامة، باي.